لم يقتصر موسم الجفاف على انحسار الأنهار، فالآبار كان لها نصيب منه أيضا، نصيب أثر بشكل مباشر على توفير سر الحياة في أربيل. أثر ذلك رصدت حكومة أقليم كردستان 21 مليار دينار لحل مشكلة شح المياه، مبلغ خصصته لإصلاح انكسار أنابيب الإفراز الرئيسية بالتعاقد مع شركة بريطانية متخصصة ومنع أي تجاوز على شبكات مياه الشرب والري. خصص ميزانية من قبل رئاسة الوزراء و شكلت لجنة أو غرفة العمليات برئاسة السيد المحافظ، وذلك تم حفر عشرات الآبار العميقة كآبار بديلة للمياه الذي جفت مياهها، وحفر عشرات الآبار من القرى والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة. يمكن نقول حققنا الهدف وتمكنا من السيطرة على قلة المياه الشرب للمواطنين. بعد أن أصبح ماء الآبار غورا، قررت أربيل زيادة عمق العديد من الآبار، فضلا عن حفر آبار جديدة كجزء من الخطط الموسمية. أما الخطط الاستراتيجية لمواجهة الجفاف فتتضمن إنشاء 4 سدود في إقليم كردستان، على إن لجوء الإقليم لاعتماد الزراعة بالرش أسهم بشكل فعال في تخفيف أزمة قلة المياه. اليوم اعتمادنا على المياه الجوفية أصبح هو الأساس، لذلك بدينا نوصل مرحلة شح مياه الجوفية. الحلول طبعا الإقليم حاليا طارح فكرة أو طلب من شركات تسوي دراسة جدوى ل4 سدود، وهذه أكيد رح تأخذ وقت، تعرف بناء السدود ودراسة جدوى والمشاكل مع الإقليم حول تنفيذ، يعني هذه كلها أتوقع مو أقل من 4 سنين بالقليل يلا تنفذ هذا كذا مشاريع. قلة الأمطار في المواسم الأخيرة وقطع إيران روافد عدة أسهم في انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير، فيما تكشف تقارير حكومية أن 30% من المياه العذبة تهدر بشكل يومي. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.